الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يقول سيدنا جبريل يا محمد إن الله تعالى لما خلقني مكثت عشرة آلاف سنة ولا أعرف ما اسمي ثم ناداني يا جبريل فعرفت ان اسمي جبريل فقلت لبيك اللهم لبيك قال قدسني فقدسته عشرة آلاف سنه فقال مجدني فمجدته عشرة آلاف سنه ثم قال احمدني فحمدته عشرة آلاف سنه ثم كشف لي عن ساق العرش فرأيت سطرا مكتوبا ففهمني اياه فاذا هو لا اله الا الله محمد رسول الله فقلت يا رب من محمد هذا فقال يا جبريل لولا محمد ما خلقت أنت ولا خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا خلق الكون والدنيا بأسره يا جبريل صل على محمدا فصليت عليك عشرة آلاف سنة إن الصلاة على النبي غنيمة من حازها حاز الكرامة وامتلك احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء افضل الصلاه واتم التسليم على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر الى المدينه وعلمنا ان الهجره درس حياه سماها النبي صلى الله عليه وسلم هجره ولم يقل انها نزوح او لجوء فالنزوح قهر وعذاب واللجوء كره واضطرار ولكن الهجره كانت خيار اخر للنبي صلى الله عليه وسلم انها مشروع حياه حياه جديده يختارها عن بصيره ويقين وترسم شكله ودربه وبرنامجه بيدك بعد رضا وتامل تتسامى فيه فوق القهر وفوق الجبر ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مهاجره الى المدينه انها فتره ثم هناك رجوع، بل اعتبرها مشروع حياه، وكان دائما يقول للانصار انتم المحيا وانتم الممات يا معشر الانصار. لم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في خيام كلاجئ او كلاجئين هو واصحابه، ولكنه اسس بنفسه أكثر الشركات التضامنية نجاحا بين خبرات الأنصار وزنود المهاجرين حتى صار سوق المدينة موردا للمال وأعمال تؤسس لعاصمة اقتصادية في شبه الجزيرة العربية. لم يكن منتظرا من أحد إغاثة بل جمع بنفسه شباك الصيد وفؤوس الحطابين ومناجل الأرض وشاركهم زراعتها وحصادها وسنابلها وطحينها وغرس بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم وسقى بيده وحصد بمنجله وحين انكر عليهم تأبير النخل وادرك انه كان خطأ وقف بكل شجاعه وقال انتم اعلم بامور دينكم دنياكم لم ي... لم يتاجر النبي صلى الله عليه وسلم بماساته لقد قام بنفسه يطارد ما سرقوه من ماله ومال اصحابه وكان يتابع بوعي وبصيره ان يتحرك اين يتحرك المال الذي سرقوه حتى تتاكد الاخبار انها قافله من قريش استطاع استرداد امواله صلى الله عليه وسلم. لقد عاش في المدينه وعاشت فيه وهو من علم الناس ان العمل في الغربه وطن. وان الوطن في الغربه هو العمل وان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وما الارض الا ارض الله سبحانه وتعالى جاءت هذه الهجره بعد ماساه كبيره راها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اثناء مطارده الصبيه له اثناء نشر الدين الاسلامي في الطائف وغيرها من المدن وهو ينشر ويدعو الى دين الله فقاومه البعض حتى درحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي اطهر قدم خلقت على ظهر الارض اطهر الاقدام درحت من مطارده الصبيه له في الطائف فكانت الرحله الموفقه رحله الهجره الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجره درس من دروس النبي للامه الاسلاميه جمعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الهجره لم تكن اراده فحسب ولكنها وعي قبل الاراده واخذ بالاسباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لا بد من الاخذ بالاسباب مع أنه كان في استطاعته صلى الله عليه وسلم أن يسري به أو يهاجر به كما أسري من البيت من المكة إلى البيت البيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج دون مشقة أو تعب ولكنه علمنا علمنا صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب وأخذ يرتب للهجرة ويرتب ويصطحب سيدنا ابو بكر صلى الله عليه وسلم احد افضل الصحابه واحد اول المبشرين بالجنه من الصحابه علمنا صلى الله عليه وسلم كيفيه الاخذ بالاسباب مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى للسيده مريم العذراء وهزي اليك بجذع النخله كان الحق سبحانه وتعالى في استطاعته ان ينزل اليها الثمار دون ان تهز ولكنها هزت بأمر من الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رتبا جنية يعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ضاقت به الدنيا قال اللهم إني إليك أشكو اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إني اللهم ان ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي اللهم عافيتك هي اوسع لي ورحمتك هي اوسع لي فكان جزاؤه الهجره وتكوين جيش اسلامي في مدينه رسول الله بعد بناء المساجد وبناء الدور والترتيب للامه الاسلاميه حتى حقق الله سبحانه وتعالى له فتح مكه حتى بعد ان فتح مكه صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم انها كانت احب بلاد الله سبحانه وتعالى الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقولته الشهيره: والله انك احب البلاد الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت ورغم ذلك لم يعش فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه في العام الثامن من الهجره النبويه الشريفه كل عام وكل الامتين العربيه والاسلاميه بكل الخير والعزه والرخاء والامن والامان. اللهم امنا في اوطاننا وامنا في ارزاقنا وامنا في اعراضنا. اللهم تولنا برحمتك كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام بالامه الاسلاميه وعز الامه الاسلاميه بتطبيق شرعك ورضائك عنا يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المحامي. ويتجدد اللقاء بنا على ان نرفع الستار عن اهم المشاكل والاستفسارات التي نتلقاها دائما في الواقع التي تمر بالمواطنين وتهم كادر كبير من المواطنين المصريين آه كل عام وكل الامه العربيه بمناسبه العام الهجري الجديد واحنا طولنا شويه في المقدمه انا بصراحه كنا عايزين نطول عن كده شويه عشان هجره النبي عليه الصلاه والسلام لها دروس كثيره جدا وهي تعلم يعني كل درس في من دروس الهجره النبويه الشريفه هو معلم للامه كلها فصلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين الفتره اللي فاتت ديت احنا يعني بقالنا كده اسبوعين كنا في اجازه كده احنا بنقول ان في احداث كبيره او احداث كتيره تلاحقت اه على اه مصرنا الحبيبه طبعا على العالم كله ولكن احنا في مصر في احداث اه مرت علينا الفتره اللي فاتت دي حابب بس نذكرها بتعليقات ونقاش كده لبعض هذه الاحداث طبعا من الاحداث اللي مرت علينا اه هي اه حادثة مدينة أو مدينتي وحادثة سيدي براني والحادثتين دول بالذات أنا عايز أعلق عليهم خلينا الأول في حادثة سيدي براني اللي هي في مطروح الحادثة ديت ده ده وفقا لبيان النيابة العامة، النيابة العامة قالت كده أمرت النيابة العامة بحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح. والنيابة العامة لما تلقت اختار ده وفقا برضه لبيان النيابة العامة، لما تلقت اختار يوم 11 يوليو من اسم شرطة براني بمحافظة مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأمورياتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة دي مأموريات بتقوم بيها الشرطة المصرية تلقت النيابة العامة اختار بوفاة أحد الأشخاص في تنفيذ مأمورية من المأموريات انتقلت طبعا النيابة العامة وعينت وكان في تجمهر طبعا من الاهالي امام اسم شرطه سيدي براني اسرى الحادث. التجمهر ده ادى الى وفاه احد افراد الامن وحدوث تلفيات بالممتلكات العامه. وطبعا النيابه لما تلقت ده انتقلت طبعا ونظرت جسامين المتوفين رحمه الله عليهم. اه وسالت طبعا شهود وجمعت الاقوال وجمعت التحريات وقالت اللي مين كان قائد السياره المتوفي كان السرعه ايه طبعا رجعت الكاميرات وسالت الشهود اللي كانوا موجودين وامرت بحبس ضابط الشرطه وخمسه اخرين ده في الواقعتين في وقعة موت احد الاشخاص لما قالوا ان كان فيه ماموريه بتنفذ ومات احد الاشخاص فيها التجمهر بقى ادى الى وفاه احد افراد الامن برضو النيابه العامه حبست الضابط المتهم والنيابه العامه برضو حبست خمسه من الناس اللي كانوا واربعه من الناس اللي كانوا متجمهرين اللي التجمهر بتاعهم ادى الى وفاه احد افراد الامن دي معانا على على الشاشه بعض المناظر او بعض المشاهد لمعاينه السياره اللي كانت موجوده. النيابه العامه بقى قالت ان افراد الشرطه والامن اللي كانوا موجودين وفقا لمشاهدتهم الحادثه يعني قالوا ان عدم امتثال قائد السياره المتوفي للامر بالتوقف مما دعا احد الضباط الى اطلاق النار احنا طبعا مش هندخل في تفاصيل الحادثه ومش هنقول حاجه انتظارا لما تسفر لما ستسفر عنه التحقيقات تحقيقات النيابه العامه ولما ستسفر عنه المحاكمه الجنائيه العادله التي ستحال اليها الاوراق من النيابه العامه النيابه العامه اما تحيل الورق للمحكمة والمحكمة هتصدر حكمها هنا هنقول الضابط ده كان مذنب ولا مش مذنب ولأن احنا عندنا قاعدة عريضة كبيرة بتقول أن الحكم عنوان الحقيقة الحكم هو عنوان للحقيقة يعني من أما نلاقي الضابط مدان ومحكوم عليه يبقى كده خلاص يبقى الضابط فعلا متهم ومجرم في نظر القانون يبقى مجرم كده في نظرنا أو في نظر الشعب طيب أنا بتكلم عن الحادثة دي ليه يعني احنا كده مش هنقول الضابط هو الضابط متهم حاليا بس مش مش هنقول انه مدان الا بعد الحكم لان الحكم عنوان الحقيقه ويظل المتهم متمتعا بقرينه البراءه حتى يصدر حكما نهائيا وباتا من بعد محاكمه جنائيه عادله ضمن له القانون فيها كفاله حقه في الدفاع وابداء كافه الدفوع يعني الامر في يد القضاء وطبعا احنا عندنا القضاء المصري قضاء شامخ لا شبهة عليه. عدالة معصومة العينين. يعني لا بتميز ما بين ظابط شرطة ولا ظابط جيش ولا بتميز ده بين واحد غلبان أو واحد غني، لأ عدالة معصوبة العينين. يعني لا ترى ألوانا ولا تميز بين ذاك غني وذاك فقير. طب الحادثة ديت أنا بسيرها ليه دلوقتي؟ انا عايز اقول ان انت آه الـ الـ الامر بيتحمل اكتر ما 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 يستطيع تحمله احد يعني آه يعني احنا آه بنقول ان انا آه لما ضابط تم اتهامه في موت احد الاشخاص او في قتل احد الاشخاص وقعه عاديه فرديه محتمله الحدوث في مثل هذه المأموريات مأموريات الشرطة المصرية بتقوم بيها وانت في مناطق كده محددة ممكن يبقى عندك مشاكل في تهريب مشاكل في تهريب سلاح مشاكل في عمل حاجات تفجيرية عمل ففي في حاجات بتستدعي مقاومة الشرطة انا مش مش بدافع خالص عن الشرطة خالص مش بقول ان هما يعني ان مفيش اخطاء لا انا قلت إن الحكم لما يقول هنقول ولكن أنا مش في محل دفاع أنا في محل مناقشة لهذه القضية من وجهة نظر شعبية مش مش قانونية قانونية قلنا خلاص لما المحكمة تقول هنقول ولكن وجهة نظر شعبية أنا في مصر الآمنة المستقرة وعندي قانون بيحكم كون إن بعض الأهالي تجمهرت امام اسم شرطة ده تصرف لا يليق وقال اخذ في الاعتبار من قيادات الشرطة ومن الوزارة بان الاهالي دي يعني في تعاطف معاها نوعا ما من الاحداث اللي حصلت ده طعماء طيب برضو تصرف حكيم من الوزارة ومن قيادات مديريات الامن قالوا ان الناس دي معذوره لإن الناس دي سمعت إن في حد مات وساعتها بيطلع الاشعاعات ده ده الشرطة قتلت واحد واتنين و وأربعة اتضح إن هو إن هو شخص واحد توفاه الله ندعو له جميعاً بالرحمة و ده كان مضر بينا إحنا التجمهر ده اتسوق على إنه اعتراض على الدولة المصرية واعتراض على الحكم الرئيس واعتراض على السياسة المصرية اتسوق بصورة سيئة احنا كلنا نضرنا منها تضرنا احنا كمصريين في سمعتنا الخارجية والسياسة الدولية انت انت كمصر لما بتقف على رجلك ورئيسك بيبقى واقف على رجله وحكومتك بتبقى واقفة على رجلها بتعرف تتعامل في سياستك الخارجية لما يشاع عنك ان انت عندك مظاهرات او عندك اعتراض ده بيتسوق بصورة تانية واحنا شفنا الاقزام من العملاء والخونة للخوارج والإخوان بيتعاملوا في هذه الملفات بصورة سيئة مما قد يضر بينا ولكن إحنا كمصريين كلنا عارفين إن إحنا بلد قانون عارفين إن إحنا المتهم ظابط يتحبس المتهم وكل نيابة يتحبس المتهم محامي يتحبس المتهم رجل أعمال يتحبس المتهم وزير يتحبس شفنا قبل كده المتهم رئيس وتحبس عدالة معصوبة العينين فإحنا كشعب مصري عظيم وعريق وشعب واعي لا ما, بن ما بتخلش علينا المظاهرات والخدع والحيل التي قد يحاك بها هؤلاء الإخوان وهؤلاء الأقزام عن مصر إن الحقوا ده الشرطة إيه ما مش... فيش الكلام ده إحنا بنقول احنا بنقول ان احنا كمصر بلد امنه بلد مطمئن الحادثه التانية بقى اللي انا عايز اقول عليها حادثه مدينتي الاول ده كان ضابط جيش ده كان ضابط شرطه بتاع سيدي براني ده ضابط شرطه مدينتي بقى كان ضابط جيش وتصرف فردي ظابط اه ضابط الشاب ده اه انفعل لحاجه معينه وانفعاله طبعا غير مبرر خالص واللي عمله غير مبرر محدش بيدافع عنه نهائي ولكن ايه اللي الجيش عمله في لحظه احالته لمحاكمه عسكريه عاجله على طول فانت بس عشان الناس بتستغل الاحداث ديت وبتسوق بيها ان احنا بلد مثلا عندنا مشاكل وان احنا بلد عندنا كوارث وان وهم فئه واحده اللي بتستغل الاحداث ديت وبتسوقها بصوره مشوهه او صوره يعني ممكن نقول كده تتسم بالقزامة زي ما هم أقزام فصورتهم تتسم بهذه القزامة والعشوائية والغوغائية اللي احنا كشعب مصر شعب وطني عريق واعي عارف ان ده دي, دي حدث فردي احنا ما قلناش ان احنا ان ان, إن الظباط كلهم ملايكه لا ظباط الجيش ملايكه ولا ظباط الشرطه ملايكه ان دي حالات فرديه وتم التعامل معاها وفقا للقانون والشرع مفيش فيش ده كان ظابط مفيش مجاملة ده كان ظابط شرطة مفيش مجاملة ظابط جيش مفيش مجاملة في ساعتها على طول اللي غلط يتحاسب واحنا ما بنغ... ما بنحطش راسنا في الرمل ولا بيدفن ولا بندفن نفسنا مش عارف ايه ولا لا يا باشا ده احنا بنقول كل حاجه وبنقول كل الحقائق الموجوده وبنقول ان في كذا وفي كذا وفي كذا وان دي حوادث فرديه تعبر باي حال من الاحوال عن الشرطه المصريه والجيش المصري العريق الكهرباء كتير من المواطنين سألونا عن سبب انقطاع الكهربائية الكهرباء واحنا توصلنا مع حد او المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء وافادنا بان إن ده تخفيف احمال وان هو بصورة مؤقتة مش مش الصيف كله زي ما الناس او ما بيشاع برضو ان ان برضو الخلايا الاخوان بتقول كده بتقول ان السعي الشمالي النور ما بيقطعش فيه لا لا كله فيه تخفيض احمال او تخفيف احمال في سائر على سائر انحاء جمهورية مصر العربية دي لدواعي برضه حرص من الدولة على إن ما يحصلش حوادث ما يحصلش انفجارات بسبب التيار الكهربي الزايد في عن الأحمال في الحر اللي موجود وفي الجو اللي احنا شفناه في الفترة اللي فاتت ديت والناس أفادونا بإن ده شيء مؤقت مش هيدوم الصيف كله زي ما بيشاع وقريباً جداً يعني إن شاء الله قبل الحلقة اللي جاية هيكون فيه دوام في توصيل الطيارة الكهرباء مش هيبقى في انقطاع خالص في الطيارة الكهربائي فاحنا بنطمن الناس ان مشكله الطيارة الكهربائي مشكله خلاص ازفت على النهايه بالنسبه لنا وان الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون في استقرار في هذه الاوضاع اوضاع الكهرباء. غلو اسعار السجاير. طيب حد يقول لي انت يعني بـ بـ بتناقش غلو اسعار السجاير والسجاير ده حرام انا ما ما بقولكش لا السجاير فعلا حرام أه ومجرمه قانونا على فكره في قانون أربعة سنه 94 أربعة أه بمنع التدخين في المصالح الحكوميه والاماكن العامه ده قانون مصري على فكره وهي حرام شرعا من ناحية التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإن هي غلط على الصحة ومن أكبر أو من أكثر مسببات الوفاة بالنسبة للمواطنين أه بتسبب الوفاة ومن مسببات الوفاة هتيجي كده تكتب أكثر حاجة بتسبب الوفاة يقول لك التدخين غلط على الصحة بتضر بالصحة بتضر بالمال بتضر بالاقتصاد بتضر بدخلك أنت كفرد أنت بتتكلم على إن إيه ان انت المعيشه صعبه والحياه غلت والتدخين التدخين مش هو اللي يعيشك ده بالعكس ده قله إيه التدخين هي اللي ممكن تعيشك التدخين ده ممكن يموتك يعني لو عندك لا قدر الله اي مرض تاني مع التدخين شكرا ومع ذلك في امر واقع بيقول ان احنا عندنا ناس بتدخن في مصر وقطاع عريض من الناس بتستخدم التدخين او بتدخن والدوله المصريه بتحمي حقوق الفئه الكبيره الموجوده من المدخنين. واسعار السجاير كان حصل فيها تضارب الفتره اللي فاتت. الناس قالت علبه السجاير اللي هي الكليوباترا اللي هي الشعب دي كانت ب 22 جنيه او ب 25 جنيه بتتباع دلوقتي ب 60 جنيه. طيب التفاوت ده هو احنا تواصلنا مع حد في وزاره الداخليه وتواصلنا مع حد في وزاره التموين و نشدناهم واتكلمنا معاهم بمراقبة الأسعار يعني قلنا أن يكون في مراقبة وتجديد في الأسعار أسعار السجاير في اللي عند تاجر التجزئة وتاجر الجملة وبنقول إن, أن الأسعار أو أسعار السجاير تحديدا ثابته زي ما هي يعني مفيش تغيير فيها ولكن هو استغلال البعض من اصحاب العقول الخاربه للمتاجره بالناس او او بالحاجات اللي هي بيستخدمها اغلب الناس اللي هي بيتاجر فيها زي بالظبط سوق السوداء كده والناس برضو اللي كانت في اما كان فيه حاجات من اما كان فيه حاجات سلع مثلا منخفضه في وقت من الاوقات الناس كانت بتحتكرها ده بقى يعني كان حد كده عايز يحتكر ولكن الشركه الشرقيه او شركه الشرقيه الشركه الشرقيه للدخان قالت ان الاسعار زي ما هي والاسعار ثابته وان ده بس يعني حاجه ذبذبه كده او تذبذب في سوق الجمله وهي ان شاء الله هيكون في انضباط من خلال اهتمام وزاره الداخليه واهتمام وزاره التموين بضبط الاسعار في هذا المنحى. نجوم الفن والغناء اتكلمنا عنهم كتير قوي نجوم الفن والغناء. أه ولكن دون جدوى يعني احنا بنعبر عن نفسنا أه وبنقول ان هما مفروض بيمثلوا الناس، هما بيمثلوا عن الناس ولكن هما مفروض بيمثلوا الناس او بيمثلوا مصر يعني في محافل مثلا دوليه او محافل هنا أه يعني فوجئنا ببعضهم كان لابس لبس خليع كده لبس ستات يعني وبتصور وبتباهى بانه لابس لبس ستات وهو يعني المفروض ان هو قدوه لبعض الشباب هو عايز بقى الشباب كلهم يطلعوا يلبسوا الايه؟ قميص النوم اللي هو لابسه ده ويبقى احنا ايه؟ قمصان النوم ما تلبسهاش الستات يلبسها الرجاله بعد كده. طيب يعني امثال الصور اللي بتتعرض لحضراتكم على الشاشه ديت اه في في ده في ده اه بنقول وداع يا عر الرجوله سلام يا نخوه وشرف وانسى كلمه بطوله ما دام موجود في الصوره كل معاني القرف. احمد بقى اسمه سوسه وعمرو اسمه حنان وجعفر ما عمده غير اسمه النرمان يا من خلعت ثوب الرجولة في العلن يا من خلعت ثوب الرجولة في العلن وبأسواب النساء رضيت هذا اعتراف بأنك تهوى العرى ليلا وبأفعال النساء أتيت والله لن أجد من أحقر أو لن أجد أحقر من هذه الكلمات كي أعبر بها عن استيائي واشمئزازي وهذا التردي الاخلاقي والخلقي اللي اصبحنا عليه او اصبحت الفئه ديت عليه الفئه اللي هي مفروض مفروض قدوه المفروض دول الصفوه صفوه المجتمع انت في دوله تانية بتمثل مصر ما ينفعش ده يمثل مصر بالمنظر ده يا جماعه دوله متدينه دوله فيها رجاله دوله زي ما هم بيقولوا احنا صعايده لا الصعايده مش كده ابدا الصعايدة ناس عندها نخوه وعندها رجوله وعندها غيرة على عرضها وعندها غيرة على دمها وعندها غيرة على رجلتها حتى ينفع صعيدي يلبس قميص نوم يا ريت قميص نوم والله ما ده لو قميص نوم اكرم من اللي هو لابسه ده انا ما اعرفش اللي هو لابسه ده اسمه ايه او بيتباع ازاي ولا بحريمي ولا رجالي ولا ايه بس الصوره مقززه وصلنا الى نوع من التردي التردي في, في الاخلاق والتردي في القيم وللاسف الشديد دي الصوره اللي بتمثلنا دول اللي بيطلعوا في المحافل الدوليه ويقولوا ان دول نجوم الفن المصري بيعبروا عن 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 فن المصري عن المصريين في مجال الفنون وهم نفسهم يعني الكلام هيبقى وحش الكلام هيبقى الكلام هيبقى تقيل اي كلمه هقولها هتبقى تقيله وهتبقى ممكن ما تبقاش منضبطه. فيعني خليني اكثر انضباطا أه واقول ان دولت ما بيمثلوش مصر ما بيمثلوش الشعب ما بيمثلوش الشعب المصري هم بيمثلوا علينا بس ما بيمثلوناش. طيب الاكثر من هذا بقى بلاء وابتلاء ما خرجت عليه بنا احدى الإعلاميات الشهيرات على أحد القنوات أو المنصات المشهورة والمعروفة وحضرتها قالت لك لا استنى ده احنا هنعمل الحج أونلاين الحج إيه؟ قالت لك ليه الحج ما يبقاش أونلاين ده احنا الحاجات اتقدمت والحاجات مش عارفة يا حجة خير يا حجة يا حجة يعني انا 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 ممكن مثلا ممكن يعني اقول لك تقولي ايه ولكن موضوع الحج ده بعد اذن حضرتك ده مش شغلك خالص يعني انت ممكن يعني انا معلش يعني اتواصل معاكي واقول الموضوعات يعني في موضوعات مهمه ممكن تتكلمي فيه حسام وشرين مثلا موضوع حسام وشرين ما عادش خلص يعني ماشي بلاش يا شت في موضوع جديد وحلو خالص بتاع شاكوش وريم حسن شاكوش وريم موضوع مهم ممكن تتكلمي فيه واقول لك على حاجات فيه يعني تفيدك اه طلعت الاستاذة ريم طليقة حسن شاكوش ما احنا ما احنا كده ما هي الشغلانة عندنا بعد كده حسام وشرين شاكوش وريم وش... ماشي طلعت الاستاذة ريم وقالت ان ان شاكوش كان بيخون في رمضان مع ممثلة آه الثالث حرف منها راء يعني ممكن يا استاذة انت يا بتاعة الحج اونلاين انت تقعدي بقى تقولي بقى فوزير يا جماعه ايه الممثله اللي هي شاكوش كان بيخون مراته معاها في رمضان اللي هي ثالث حرف من اسمها راء ناريمان كريمان ايه ايه الاسم اللي هو مناسب اذربيجان اه برضو شغاله يعني ده شغلك ده شغلك كلمي فيه اه افتي مع الفته محدش هيقول لك انت قلت ايه ولكن انت تجرئي على شرع الحق سبحانه وتعالى وكتابه الكريم وهو القران الكريم انت تجراي على اياته وتقولي كلام بيناقض تعاليمه واياته لا بعد اذنك المره دي احنا بنقول تحذير ليكي يوصلك ما يوصلكيش الكلام عنه بلهجه منضبطه واحنا لحد دلوقتي منضبطين وقلنا ان هي كانت زلت لسان وقلنا ان هي ما تعرفش الناس قالت ما تعرفش يبقى ما تتكلمش بعد اذن حضرتك يا استاذه بعد اذنك في سوره الحج يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير تاني تاني يا أستاذة يا بتاعت الاونلاين بعد اذن حضرتك انت بتعايزة تعطلي نص من نصوص القرآن الكريم بعد اذنك حضرتك تكلمي في شاكوش ومرزبة وبلاش حضرتك تتكلمي في القرآن بعد اذنك بعد اذنك يعني ممكن ممكن افسر انا انا مش مش اهل لاني افسر القران خالص ولكن تفسير ظاهري كده من الاحكام والافعال نقول اه واذن في الناس بالحج يعني نادى على الناس بالحج ياتوك رجالا يعني ماشيين وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ياتينا من كل فج عميق يعني من كل مكان في الع... في الدنيا ياتوا هنا عند بيت الله الحرام ليعملوا ايه بقى يا ربي قال لك ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا بعينيهم كده يشوفوا ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائث الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجز من الاوثان واجتنبوا قول الزور قول لحضرتك بتقولي ده اسمه قول زور خير ختام لل... لايات الحج واجتنبوا قول الزور يعني عشان نبطل افتكاسات او او عشان ما نقولش كلام مش منضبط نراجع نفسنا شويه مش عيبه ان انا يعني ال 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 احنا احنا قربنا ننتج فيلم كده اسمه الفنكوش يعني في ناس احنا حطينا في اماكن كبيره ومتعشمين فيها خير ان هي ناس عندها ثقافه وعندها وعي وناس يعني عايزه تفيد الشعب وحريصه على افاده الشعب المصري وبتناقش قضايا مهمه وللاسف الشديد طلعت فنكوش ولا حاجه طلعت فاضيه من جوه ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لنا كل فتره كده بيطلع لنا بيقول لنا ده 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 فنكوش حجه اونلاين الله يسامحك يعني برضو مش هقول كلام اكتر من كده عشان كلامي يكون منضبط ده الحج ده يعني انا ما يعني مش اهلي لان انا اتكلم فيه ولكن الحج ده يعني الركن الوحيد الاعظم في اركان الاسلام الخمسه اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع فيه كل الاركان يعني اقول لحضرتك اركان الاسلام الخمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت الأربعة الأولانيين دول موجودين في الحج شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة في الحج الصيام موجود في الحج الزكاة موجودة في الحج نقول لك ايه تاني يعني الركن الوحيد اللي جمع كل أركان الإسلام فيه هو الحج والانتقال ومعرفة الأماكن المقدسة وزيارة بيت الله الحرام وزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبره وقبر الصحابة وأنك, وأنك تمشي كده في الأماكن المقدسة اللي سيدنا النبي وطأت أقدامه عليها ده حاجة تانية خالص ما يعرفهاش الا الناس اللي هي المؤمنه اللي في قلبها ايمان راسخ وعقيده اسلاميه راسخه بتقول ان الله سبحانه وتعالى اراد بنا الخير بان احنا نلتقي بهذه العباده في مكانها وان احنا نروح وننتقل ونزور بيت الله الحرام. طلعت علينا بقى الفترة اللي فاتت برضه بعض الناس اللي هم من خارج مصر جابوا الفيديو بتاع الست اللي هي الكمل ديت اللي هي بتقول لك الحج اونلاين والناس بقى لك شوفوا المصريين بيقولوا ايه شوفوا يعني احنا عايزين نقول ان احنا بنخرف يعني المصريين بيقولوا كذا كذا يعني بيوصفوا المصريين بالست دي ان ان دي قالت كذا يبقى دي عقيده المصريين لا يا عم احنا عقيده المصريين غير كده خالص وسبقوا ان احنا قلنا كلام الشيخ الشعراوي عن مصر لما قال من يقول عن مصر أنها أمة كافرة إذا فمن المسلمون مصر هي التي علمت الإسلام إلى الدنيا كلها علمته حتى إلى البلد التي نزل فيه الإسلام ده كلام فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ننتقل لحاجة تانية عشان برضو ما نقولش كلام مش منضبط في في هذا السياق يعني هنتكلم عن الهجره غير الشرعيه. الهجره غير الشرعيه ديت غريبه شويه على مجتمعنا وفي شباب كده دايما بيحلموا او هو مع نفسه كده بيحلم الشباب الصغير في السن يعني غالبيه الشباب الصغير في السن ده بيحلم كده وعايز هو يحقق حلمه. طبعا الحلم ده عايز دراسه عايز وعي عايز تخطيط عايز حاجه منظمه حاجه منضبطه مش عايز عشوائيه في التنفيذ فيروح يركب مركب من 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 آه قبالة السواحل اللي هي بتطل على البحر المتوسط من اي مكان يركب مثلا 600 700 واحد في مركب صغير ويقول لك لا ده احنا رايحين بقى ايطاليا رايحين يعني الناس هيستقبلونا استقبال الفاتحين وهذا تصرف خاطئ جدا من الناس اللي هي بتتصرف كده كان عمنا السعيد انديل شاعرنا الكبير العظيم شاعر العاميه المصريه وافضل شعراء الوطن العربي في الوقت الحالي قال لك قال في الهجرة غير الشرعية بتهاجروا يا خل وتتركوا مصر بتهاجروا يا خل وتتركوا مصر وتبيعوا شبابكو في سوق العصر بتهاجروا يا شاب يا خل بتهاجروا يا خل وتتركوا مصر وتبيعوا شبابكو في سوق العصر احلف بالجنه ونيل الجنه لو جبت الدنيا في كفه ومصر في كفه لرجحت كفه مصر الله عليك يا عم السعيد بتعبر عن الكلام اللي جوانا يعني عم السعيد بيقول يا جماعه انتوا بتبيعوا شبابكم في الخارج ليه احنا مصر دي قد الدنيا لو حطيت مصر في كفه لو حطيت مصر في كفه والدنيا كلها بكفه لا مصر كفتها هترجح احلف بالجنه ونيل الجنه وسوره النصر لو حطوا بلاد الدنيا بحالها في كفة ومصر في كفة لربحت كفة مصر والهجرة غير الشرعية دمار بتجر ولاد الفقراء لقلب النار وبدل ما يلاقوا القوت بيواجهوا بكل طيابة الموت والليل في الغربة طويل ومرار مهما تلون وتزوق وتزوّق وش العتمة بألف نهار الله عليك يا عم السعيد بيعبر عن اللي احنا عايزين نقوله احنا عايزين نقول لشبابنا ايها الشباب الصاعد الجميل الصغير اللي هو كله طموح وكله كده يعني ايه امل في الحياة وعايز يحقق حلمه انت الحلم ده عايز تخطيط مش عايز تنفيذ عشوائي عشان ما تحطش نفسك في حتة لقدر الله صعبة. برضو من خلال هذه الكلمة عندنا تقريبا وزارة اسمها وزارة الهجرة. وزارة الهجرة والمصريين بالخارج. احنا بناشد السادة القائمين على هذه الوزارة والوزيرة المحترمة النشيطة ان انتوا يبقى لكم في الاماكن دي، يعني الاماكن الساحلية اللي هي بيطلع منها ولادنا واللي هي بتكون سبب كبير آه في آه وقوع خسائر بشريه في الافراد اه الدوله بتكافح الهجره غير الشرعيه وبتكافحها في منافس كثيره وفي منابعها الاماكن اللي هي اشيع آه ان الناس بتطلع منها وبتهرب منها وبتهرب وبت منها في قباله السواحل اللي هي المطله على البحر المتوسط ولكن انا بقول ان وزاره الهجره والوزيره النشيطه ان هي كانت آه اولى بالحفاظ على هؤلاء الشباب تعمل لهم جمعيات تبع الوزارة تشوف أهدافهم إيه تشوف في دول إذا كان في طرق شرعية للسفر لدول تانية يبقى من خلال الوزارة ومن خلال حاجة شرعية ومنبر شرعي إن هو يتولى هذه المهمة قبل أن يحدث طبعا ما لا يحمد عقباه من وفيات وفقداننا لأكثر من شاب من في عمر الظهور أثناء سفرهم وأثناء هجرتهم الغير الشرعية بالطريقة التي لا تليق بنا أه حابب أتكلم عن حبة الغلة حبة الغلة دي أه حباية حاجة كده يعني قد حبة الغلة كده أه سامة حاجة سامة كده بتحفظ الغلال اللي هي القمح دي من التسوس ومن الديدان ومن الدمار يعني حبة الغلة دي كان اشيع في الفترة الاخيرة ان الناس بتاخدها أو, او برضو الشباب اللي هو مش فاهم الصغير ده سواء صبيان ام بنات بياخدوها عشان ينتحروا بياخد بيروح يشتري حبة الغلة دي بياخدها بيبلعها كده على ما يروح البيت بيكون مات وده امر صعب جدا يعني انا لما فكرت كده في, في هذا الامر يعني هو ايه اللي بيحصل يعني 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 ايه حد يجي يشتري منك هما الحاجات دي بتتباع عند الناس اللي هي بتبيع المبيدات الزراعيه والمخصبات الزراعيه والمحلات بتاعت الحاجات اللي هي المواد اللي بتستخدم في الزراعات. طيب لما لما شاب مثلا عنده 20 سنه ولا 22 سنه ولا 16 سنه بيجي ياخد منك حبه الغله بس وانت ما شفتوش قبل كده وما خدش منك ادويه مثلا للارض ما خدش منك مش مش متعامل معاك يعني. ازاي بتديله حبة الغلة؟ وانت مثلا عارف ان كل يوم في الصحف وعلى الفيسبوك وفي الجرايد وفي كل مكان بيشاع ان فلان الفلاني تلقى خد حباية غلة يعني مات وانتحر، وسيلة سهلة للانتحار. احنا بنناشد الناس القائمين على هذه المحلات بأن هم يتحروا الدقة شوية في اعطاء او التخلي عن هذه الحبة لكل الناس اللي بتيجي لا انت انت المفروض ان انت عندك ناس بتتردد عليك في محلك المفروض ده اللي تتعامل معاه في حبه الغله ما تداش لاي واحد ما انتش عارف هيعمل بها ايه لان في خطوره على حياه بني ادم خطوره على حياه بني ادم يعني المفروض لو مش هتبيع خالص ما تتخلاش عن هذه الحبه لكل من هب ودب واي حد يجيلك كده تقول له يقول لك حبات خد ما بتصدق تبيع لا انت كده بتساهم في في قتله مش عايز اقول لك ان انت القاتل بس عشان ما تقوليش انا ما كنتش عارف واستخدمها في ايه؟ ده دي بتتاخد كذا وهو خدها لكذا وانا ببيعها لكذا، و... لا ده انت ده انت طالما ما ميزتش اللي قدامك ده واخدها كذا ولل... لل... للفعلا للغله ولا لا ولا لل... للتعامل في الحاجات الزراعيه ولا لا، يبقى انت بعد اذن حضرتك انت مشارك في قتل هذا الطفل او هذه الطفله، الناس اللي هي راحت عندك وخدت الحبه ديت، واحنا بناشد كل الناس اللي عندها محلات مبيدات ناس بعد اذنكم تحروا الدقه وتمهلوا في اعطاء هذه الحبه لكل الشباب بالذات الشباب الصغير والناس اللي ما بتتعاملش معاك دقق شويه عشان دي ارواح ناس وانت يعني ان, إن ممكن ده اللي قدامك ده يعني ابنك يكون مكانه في يوم من الايام عند محل تاني او مكان تاني فتحرى الدقه شويه عشان خوفا على اطفالنا وشبابنا من الضياع طيب كان عندنا الأسبوع اللي فات حادثة في مستشفى سيد سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ مركز سيد سالم ده, ده مركزي أنا شخصي بلدي يعني وأنا كنت موجود في الحادثة دي بس بعد شوية يعني مش من أولها يعني طبعا كان سبقنا الأهالي إن هم الحريق شاب فيه غرفة مجاورة للعناية المركزة العناية المركزة موجودة في الدور الثاني فيها عشر أسرة يعني عشر سراير عليهم عشرة مرضى الحريقة ما كانتش في العناية المركزة نفسها كانت في غرفة التمريض الملحقة بالعناية المركزة معانا فيديو يا أستاذ دياب كده لو حضرتك تعرضه لنا بعد إذنك لحالة العناية أثناء الحريق أه الحريق ده كان في غرفه مجاوره لغرفه العنايه المركزه الاهالي او الناس اللي كانت موجوده أه قريبه من المستشفى المستشفى دي موجوده جنب قريه صغيره اسمها قريه الغنمين الغنمين دي برجالتها هم اللي طلعوا ساعه الحريق ما نشب وكان في دخان وكان فيه دخان الناس دول هم اللي طلعوا انقذوا المرضى وقالوا ان احنا وقفوا وشالوا المرضى لاقرب المستشفيات العموميه برضو للعنايه اللي فيها لحد ما تدخلت الاسعاف ونقلت المرضى وتدخلت وزارة الصحة ومديرة الصحة وكانت هناك وكيلة وزارة الصحة كانت موجودة والمحافظ كان موجود والناس اهتمت اهتمام غير عادي بالحادث واحنا ما نعرفش سبب لحد دلوقتي اللي سببه في النيابة العامة وانا على المستوى الشخصي بتابع تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة موجود غرفة العناية موجودة حاليا بعد الحريق موجودة في أه على الشاشة معانا هي وقت وقوع الحادث أه أنا قلت لكم أنا شخصيا بتابع تحقيقات النيابة العامة ولسه سائل امبارح على الملف ده أه يوم الأربع اللي فات أه قالوا أن معمل أو التقرير المعمل أه لم يرد يعني تقرير المعمل الجنائي عن اللي هيبين سبب وقوع الحادث لسه ما جاش أو لسه موردش في النيابة العامة فعشان كده في تحقيقات مش هنجزم بقى مش هنقول بقى ان هو كان اهمال او او نتم في حد او ده لا احنا طبعا قلنا ان الناس بتحقق وان النيابه العامه امينه على مصلحه المواطنين وامينه على الدعوه العموميه وامينه على مروحه الناس ارواح الناس الغريبه ان ان الناس او الاهالي اهالي الغنامين العظام الناس الرجاله اللي هم رجاله فعلا اثبتوا انهم رجاله شالوا الناس المرضى من الدور التاني ودوهم المستشفيات القريبه والاسعاف جات طبعا وتناولت الدوله هذا الملف طبعا احنا بنبارك لابننا مهاب حسنين ابو حسين مهاب ده كان احد لاعبي نادي الزمالك سنه 16 سنه تعاقد مع نادي ليو الاماراتي الصورة يا استاذ دياب بعد اذنك صورة التعاقد تعاقد مع نادي ليو الاماراتي وان شاء الله هنوثق لكم هذا التعاقد وهيكون موجود ده كان لعيب في نادي الزمالك المصري وقف الخلق جميعا ينظرون كيف ابني قواعد المجد وحدي وبنات الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته